النهاردة واخر فيديو من السلسلة بتاعت الفيديوز بتاعت ازاي نلبس على حسب شكل الجسم بتاعنا، واخر جسم معانا هو جسم الدايرة او جسم التفاحة. طبعا سلسلة الفيديوز دي بنتكلم على ايه اللي تتجنبيه وايه اللي تعتمديه وايه المناسب لجسمك وايه اللي مش مناسب، من ناحية بقى التوبس، من ناحية البوتومز، ومن ناحية الجواكت، كل حاجة كل حاجة. مش هنلوك كتير، يلا بينا نبدأ على طول. هاي جايز، واتساب، انا بسنت بعمل فيديوز عن ازاي نبني مبنى صح، وازاي نلبس لو احنا بتيت، وزي نعرف الستايل بتاعنا عن الهدوم المستعملة، عن اي حاجة ليها علاقة بالفاشن عموما. فلو انتم مهتمين كملوا الفيديو. اهم حاجة بس لو لسه حد مش محدد شكل الشيب بتاعه او مش متأكد منه يقدر ان هو يشوف الفيديو دوت عشان تاخدي مقاساتك صح، وازاي تعرفي شكل الشيب بتاعك بالظبط. جسم التفاحة هو جسم مميزاته ان الايد والرجل فيه بيكونوا ممشوقين، لكن الجذع والوسط مش بيكونوا متحددين، وهم دول اكتر منطقة عموما بتجمع دهون، او الشخص اللي عنده الجسم ده سكيني برضه بتكون منطقة البطن عنده هي الأتخن أو الجزء اللي فيه دهون بالنسبة لبقية جسمه. ده بيكون أكبر جزء بيجمع دهون عموما، يعني وقت ما يتخن أو وقت ما بنت عندها الجسم ده تتخن هتلاقي إن بطنها هي اللي بتتخن الأول بالجزء بتاع الظهر والجزء ده عموما. يعني الجول بتاعنا هنا ان احنا نعمل لفت نظر للدراع وللرجل، ونعمل هايد للجزء بتاع الجذع والبطن، او نحاول نظبطه يعني بالستايل. هنتكلم في اول حاجة وهي التوبس. اول حاجه في التوبس اهم حاجه تركزي عليها هي القصه بتاعت التوب اللي هتلبسيه. فالقصه الفي لاين هتبقى حلوه جدا لانها تعمل تطويل للجزء ده، وهتبينه ان هو ارفع وشكله احلى. الكمامه اللي فيها تفاصيل وفيها حاجات كده او قصات زي مثلا درابيه او كده هتكون مناسبه جدا للشيب بتاعك، انها تعمل لفت نظر للدراع عن الجزء بتاع الجذع او البط. الحاجات المهمه برضك تهتمي بيها هي الاكسسوارات زي مثلا الحلقان، العقاد، الحاجات اللي تعمل لفت نظر للجزء اللي من فوق عن الجزء بتاع الجذع والبط. تجنبي اي حاجه تكون فيتد او على مقاسك بالظبط، علشان هتبرز حجم البطن وهتبين ان البطن هي اتخن حاجه في الجسم. وتاني حاجه تجنبي اي حاجه بنص كم او الكم بتاعها قاطع عند الجزء بتاع الصدر هنا، علشان ما تعملش الجزء ده عريض وتبينه ان هو مش احلى حاجه. تجنبي برضو القطع اللي هي تكون شبه الهايكول اللي هو مقفول ورقبته عاليه وكده، لانه بردك مش هيبين شكل الشيب بتاعك احلى حاجه. وشنط الكتف بردك لانها تكون عند المنطقه دي كده فمش هتبقى حلوه بردك، والاحزمه العريضه. دلوقتي وقت ان انا افكركم لو حابين تنضموا للعيله لسه مبنيه في العيله دي، بنهتم بمشاكلنا في الفاشن وازاي نحلها وازاي نكون شيك بس اون بادجت. فلو انتم مهتمين ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس. الجزء بتاع البنطلونات على عكس كل الاجسام، فانت انسب بنطلون بالنسبه لك هو البنطلون السكيني، عشان البنطلون ده هيبرز شكل رجلك وهيكون متناسب مع شكل جسمك. بالذات لو لونه غامق هيبقى حلو جدا ومناسب معاكي، وطبعا الستريت ليج بردك هيبقى حلو جدا، والبنطلون الوايد ليج بردك هيكون حلو، كل شكل الشيب بتاعك احلى. الحاجات اللي تتجنبيها في البنطلونات هي الحاجات الهاي ويست، بالنسبه لك مش هتكون انسب حاجه. طيب بما اني ما لقيتش الجزء بتاع الجيبات والفساتين متسجل لعطل فني ما، فانسب الجيبات اللي تناسب الشيب بتاعك هي الاي لاين والسيركل زي ما احنا شايفين كده، واي حاجة عموما ممكن تداري الجزء بتاع البطن دوت وتنزل كده بوسع وتبين ان رجلك ممشوقة. بالنسبة للفساتين فبرضك الفستان الوارب هيبقى حلو جدا ومناسب ليكي، والاي لاين برضك هيبقى حلو لانه بيداري برضك منطقة البطن والفساتين اللي احنا منزلين شكلها دي. بالنسبة للجيبات اي حاجة ممكن تعمل سمكة عند منطقة البطن او تكون فيها طبقات كده عند منطقة البطن ممكن تزودها، وبرضك الجيبات الضيقة او شبه الجيبة البنسل لانها هتبين عيوب البطن. وبالنسبة للفساتين فاي حاجة تكون الحوض بتاعها ضيق او الرقبة بتاعتها ضيقة اوفر لانها هتعرض المنطقة بتاعت الصدر والبطن، وفي نفس الوقت برضك الفساتين الضيقة والفساتين اللي اخده ستايل الكورسيه برضو لانها مش هتبقى مناسبة لمنطقة البطن عندي. بالنسبة بقى للجواكت، حلو جدا او من احلى الحاجات اللي بتناسب جسم التفاحة هي فكرة اللايرنج، ان احنا نعمل طبقات كتير فوق بعض علشان وقتها هتبين ان الجذع اطول والبطن ارفع. فنقدر ان احنا نعمل ده بقطع مثلا خفيفة، بجواكت يكون فيها مثلا درابيه. الكارديجان بالنسبة لك من الحاجات الاساسية جدا والحلوة جدا، لانه هينزل كده فهيبقى باين بس الجزء بتاع الوجه ده، فهيبين ان الشيب بتاعك ارفع وان بطنك اقل.
بالذات لو انت عندك ويت اصلا في الجزء ده. قطع الاستريت بالنسبه لك اللي هي قصتها نازله كده مثلا وفيها تفاصيل عند الدراع والحاجات دي هتبقى حلوه جدا زي القصات اللي هنزلها لك ديت. بالنسبه ليه اللي تتجنبيه في الجواكت، تتجنبي اي حاجه يكون فيها صفين زراير علشان ما تعملش عرض في المنطقه ديت، وتتجنبي الحاجات اللي فيها اي تفاصيل عند الوسط عشان احنا مش عايزين نعمل لفت نظر للمنطقه دي. لو هتلبسي حاجه فيها حزام ما يكونش الحزام بتاعها مقرب لمنطقه الصدر علشان ما يعملش المنطقه دي بولكي او يعملها زحمه وكده، خليه في مكانه المتناسب، وغالبا يعني تجنبي الاحزمه اللي هي تكون عريضه وكده عشان مش هتبقى انسب حاجه للشيب بتاعك. وبس كده الحمد لله على سلامه الوصول، كده وصلنا لاخر السلسله في الفيديوز دي. اتمنى تكونوا استفدتوا واتمنى تكونوا حبيتوها، واهم حاجه طبعا زي ما بقول دايما دي معلومات، وخدي منها اللي يعجبك ارمي منها اللي ما يعجبكيش عادي، قواعد الفاشن بتبقى موجوده او الحاجات اللي مش عارفه في الفاشن بتكون موجوده، بس بردك موجود ان احنا نكسرها وعادي كل واحد بيلبس على حسب اللي بيحبه. يعني انا اغلب الوقت ببقى عارفه مثلا ده يناسبني وده لا وده مش عارفه ايه، بس انا عادي اغلب الوقت ساعات كتير بلبس حاجات انا عارفه ان هي مش مناسباني بس انا مرتاحه فيها كده وشايفه نفسي فيها حلوه كده وحابه نفسي، ف مش مهم اي حاجه تانية. فدي اهم حاجه ان انت تكوني حابه نفسك زي ما هي واثقه في نفسك، وان انت تستعملي الهدوم والستايلنج واللبس بطريقه تخليكي واثقه في نفسك و حابة نفسك زي ما انتي ومرتاحة زي ما انتي. بس كده، باي.